نحن هنا في أراضي قرية الولجي جنوب غرب مدينة القدس. كل هذه المنطقة التي نحن نراها هي أراضي قرية الولجي. الآن هنالك حاجز عسكري كان موجودا، هو قريب إلى المباني الموجودة في القدس الغربية. الخطة الإسرائيلية التي بدأت بالفعل هي بسحب ذاك الحاجز العسكري إلى منطقة أقرب إلى قرية الولجي، وبالتالي مصادرة كل هذه الأراضي التي نستطيع نحن أن نراها في الكاميرا. كل هذه المناطق الآن سوف تصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة لبدء الخطة، وهي الخطة الثانية ألا وهي مصادرة كل هذه الأراضي، البناء الاستيطاني، وبالتالي توسيع حدود مدينة القدس بين قوسين الإسرائيلية، بمعنى توسيع حدود القدس الكبرى، وذلك على حساب الأراضي الفلسطينية الزراعية. أولا هذه الخطة كانت سابقا قبل عشرات السنوات عندما تم عزل قرية الولجة بالجدار وبالسياج وأيضا بالحواجز العسكرية، ولكن الآن بات واضحا بأن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في تنفيذ هذا المخطط على الأرض الذي كان عموما مواجه بمعارضة أمريكية وأوروبية أنذاك. الآن الأمور باتت واضحة وتمهيد لهذا العمل. الحاجز العسكري الآن يتم بناؤه، يعني نحن وصلنا إلى هذه المرحلة من التجهيزات، يعني ربما أقل من شهر وسوف نرى هنا جنودا عسكريين يبعدون عن الحاجز الأول قرابة 3 كيلومترات. هذا يعني بأننا على جانبي الطريق سوف نشهد قرابة عشرات الآلاف من الدنومات، حقيقة جبال كاملة سوف تصادر بالكامل. الهدف من ذلك أولا هو لجمع وضم المستوطنات، تحديدا مجمع جوش عتسيون الكبير جدا الذي يقع قرب بيت لحم بمجمع الاستيطاني في مدينة القدس هار جيلو، لكي تصبح كلها كتلة استيطانية ضخمة جدا تحاصر كل مدينة بيت لحم وليس فقط قرية الولجة على حساب الأراضي الفلسطينية. الخطوة الثانية هو أن الجانب الإسرائيلي يريد مصادرة أكبر مساحة زراعية وأراضي موجودة للفلسطينيين، إبقاء الجانب الفلسطيني محاصرا في القرى الموجودة حاليا دون أراضي، وبالتالي لا إمكانية للتمدد العمراني لقرية الولجة أو لبيت لحم أو كل المناطق أو القرى الفلسطينية. وكل هذه المنطقة بعد 10-20 عاما لا ندري متى سوف تتحول إلى كتل استيطانية ضخمة. السبب الثالث وهو سبب أيضا مهم هو سبب يتعلق بمصادرة المياه. هنا في هذه المنطقة هنالك عيون طبيعية للمياه الطبيعية الموجودة، الجانب الإسرائيلي أيضا يريد مصادرة هذه المياه. أخيرا هنالك أيضا قطار، سكة القطار الذي يربط مدينة القدس المحتلة بمدينة تل أبيب. الجانب الإسرائيلي يريد تأكيد هذه المصادرة بأن هذه سكة الحديد سوف تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، ليس في عمق الجبال وتحت وجود أراضي فلسطينية ومزارعين فلسطينيين، ولكن أيضا وسط كتلة استيطانية ضخمة. لابد الإشارة إلى أن كل هذه المنطقة يمنع على المزارعين الفلسطينيين إلا بمواسم محددة من الوصول إليها. نعم. الآن مع تحريك هذا الحاجز، هذا يعني أنا ممنوع على الفلسطيني أن يتجاوز هذه المنطقة، هذه آخر منطقة يمكن للفلسطيني أن يصل إليها. نعم أحمد البوديري مراسل غد، شكرا جزيلا لك.